السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة. في البداية الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة يا رب العالمين، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب العالمين، ومساكم سعادة. طبعا أنا موجودة أمام أحد المعالم السياحية البارزة في المنطقة الشرقية، وبالتحديد في مدينة خورفكان عروس الساحل. أنا أمام استراحة سد الرفيصة، أحد الوجهات السياحية، واللي طبعا هذا السد يضم في جعبته على عدة معالم: الجانب التاريخي، الجانب الأثري، الجانب الطبيعي، وكذلك الجانب الترفيهي. يضم مجموعة من الأنشطة والخدمات الجميلة راح تشوفوا الحين. وأدري أن الشمس حارقة، لكن ما نقول غير اللهم أجرنا من حر جهنم، قولوا آمين. للعلم أن هذه الاستراحة تعتبر من الواجهات السياحية البارزة، مثل ما ذكرت مسبقا أنها تضم الجانب التاريخي والجانب الأثري والجانب الطبيعي، وكذلك هناك مجموعة أنشطة ترفيهية وخدمات ومرافق للزوار. وبعطيكم معلومات جميلة عن هذا المكان. هذا المكان فيه ممشى جبلي جميل جدا، طوله 730 متر، يبدأ من هنا وينتهي عند البرج، عند الحصن اللي هناك. طبعا اللي محبين المشي الهايكينج هذا المسار مسواي لهم. وكذلك هذا المكان تم بناء شلال اصطناعي طوله 50 متر يصب في البحيرة، كواجهة طبيعية جميلة. ومن الجانب الآخر المكان مكتظ بالأشجار الطبيعية، النخيل، نباتات منوعة جبلية. والخدمات المتوفرة في المكان: توجد مطاعم، مسجد، دورات مياه، ألعاب حق الأطفال، أماكن قعدات، مظلات بإمكانكم تقعدوا وتقيلوا في المكان. الأنشطة اللي شايفينها الترفيهية: الكياك، البوتينج، القوارب، كذلك بإمكانكم مشاهدة الطيور، البطل، الطيور المهاجرة. يعني مكان مناسب خيالي جميل لمحبين الطبيعة، لمحبين التراث، لمحبين التاريخ. والمكان كله بناءته بالتصميم التراثي الجميل، اللي محبين التراث والماضي الجميل، ترى المرافق كلها بالطراز القديم والتراثي الراقي، يعني اللي يسر الناظر. وكذلك الماي هذا بروحه يرد الروح، هذا بروحه قصة، هذا بروحه قصة الواحد يوم يشوفه ترد الروح فيه. فمساكم سعادة، مساكم استراحة سد الرفيصة. بس عفوا للتصحيح، طول الشلال 55 متر، طول الشلال 55 متر. إن شاء الله الحين باخذكم هناك، باخذكم جولة وبعرفكم أكثر. وللعلم أن هذا مكان عام مجاني، قعدات طيبة ما شاء الله. بالليل الجو يكون قتلة ذبحة موت ما شاء الله. شيء جميل سبحان الله، الخضار الزرقة تسر العين، العين تستانس يوم تشوفها. طبعا هذا الشارع الجديد اللي يربط خورفكان بإمارة الشارقة ما شاء الله. هذا الجانب آخر من السد، سد واديشي. يا ربي عاد الشمس هنا ما ادري باين ولا ما باين.
بعد هذه زاوية وداعية للمكان الجميل. هيا ابن السرود انا هذا اللي هنا. يلا تعال. هناك عاد الجانب هذاك في غزلان. ما شاء الله مكان طيب صراحة، استراحة طيبة، قعدات خاصة بالليل أجواء خطيرة. وهذا طبعا الشلال.